مارس كان البداية ظهر دونالد ترامب وجو بايدن بقوة في الانتخابات التمهيدية. ترامب اجتاز منافسيه نيكي هيلي وران دي سانتس بسهولة. أما بايدن فرغم التحديات حاز على تأييد 1968 مندوبا ديمقراطيا. رغم التهم الجنائية بما في ذلك محاولات قلب نتائج انتخابات 2020، حافظ ترامب على تمثيله للحزب الجمهوري. صورته الشهيرة هذه في مايو حيث أصبح أول رئيس أمريكي يدان بجرائم بتهمة تزوير وثائق، لكن الحكم تأجل لما بعد الانتخابات. في يونيو جاءت مناظرة محرجة أرهقت بايدن وأثار أداؤه الضعيف تساؤلات حول صحته الذهنية. الضغوط تزايدت حتى أن بعض قادة الحزب بدأوا يطالبون بانسحابه. لنشاهد مقطعا من مناظرته مع ترامب. إليكم. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? He's right. He did beat Medicare. He beat it to death. جاء يوليو مليئا بالأحداث، حيث قضت المحكمة العليا بأن ترامب يتمتع بحصانة عن أفعاله الرسمية كرئيس لكن ليس عن غير الرسمية، ليظل مهددا بالملاحقات. وفي حدث صادم كما نرى هنا، نجا ترامب بأعجوبة من محاولة اغتيال في بنسلفانيا. وفي خضم هذه الأزمات أعلن بايدن انسحابه في 21 من يوليو تحت ضغط هائل، مؤكدا دعمه لنائبته كامالا هاريس التي أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي. ثم جاء سبتمبر لتحدث المواجهة الكبرى، مناظرة حامية بين هاريس وترامب. لنشاهد مقتطفات منها. إذا تم انتخابها سوف تغير فلسفتي التي تبنتها، وسيكون ذلك نهاية بلدنا. إنها ماركسية والجميع يعلم بذلك. ما ستلاحظونه هو أن الناس يغادرون حملاته مبكرا بسبب الإرهاق والملل، وسأخبركم بشيء واحد، الشيء الوحيد الذي لن تسمعوه يتحدث عنه هو أنتم. ومع اقتراب النهاية كادت محاولة اغتيال جديدة لترامب أن تقلب المعادلة، لكن جهاز الخدمة السرية أحبطها في اللحظات الأخيرة. بعد كل هذه المحطات المثيرة، وصل قطار الانتخابات الأمريكية إلى محطته الأخيرة، حيث ينتظر الأمريكيون معرفة رئيسهم 47 الذي سيقود القطار نحو رحلة جديدة تستغرق 4 سنوات قادمة. ولكن هل ستشهد البلاد نزاعا قانونيا حول النتائج؟ الأيام القادمة ستكشف ذلك.